طالبة زينة أحمد شاكر أحمد الأولى على مديرية جنين الفرع الأدبي بمعدل 98.14. فرحت يعني فرحتي ما بقدرش أوصفها، بقدرش يعني أحكي كلام عنها، بس فرحتي ناقصة عشان طلاب أهل غزة، عشان اللي صار عندهم والظروف اللي عاشوها ووفاة الطلاب أكيد، ومن طلاب الثانوية العامة والمعلمين والأساتذة. فلكنه إنه نحكي إنه الله يصبرهم وينصرهم، وإن شاء الله إنه ربنا بيعوضهم أحسن من أي إشي تاني، وأحسن من اللي شافوه أكثر كمان. نحب نحكي إنه الله يصبركم وينصركم ويكون معكم، إن شاء الله بتعيدوا بتجيبوا المعدلات الأعلى، لأنه إحنا متعودين إنه دائما أوائل الوطن يكونوا من طلاب غزة، فالله ينصركم ويعوضكم إن شاء الله. ورغم كمان الظروف اللي صارت عنا هون في محافظة جنين بشكل خاص وطول كرم كمان، إلا إن من اقتحامات وفوت يوم يوم وإحنا في المدرسة، وكمان حبسنا يوم كامل، فيعني إنجاز كثير كبير إني أجيب هالمعدل، والحمد لله يعني فرحة مقدرش أوصفها. بدي أشكر أبوي وعمتي كمان بمقام أمي، ما قصروش معي بالمرة وكانوا معي طول السنة ووفروا لي كل الأجواء المناسبة وكل إشي بحتاجه وبقدر عليه. وكمان بشكر مديرة المدرسة عندنا، من أنا من مدرسة الزهراء، مثالي أبو مرار، ما شاء الله عنها ما قصرت معنا بالمرة، وكمان معلماتنا بدعوا وما قصروش بالمرة رغم الاقتحامات وكل إشي صار، إلا أنهم أعطوا واجبهم على أكمل وجه وكانوا معنا لحظة بلحظة حتى بالوزاري وبعد ما خلصنا، ولحد هاللحظة يعني فرحونا زي أهلنا وأكثر. مين بتهدي نجاحك؟ بهدي لأبوي وعمتي أكيد، الدافع الأول والحافز الأول وكل إشي في حياتي، فبهدي لهم كل إشي. بس وجهكم علي.